وهذا هو عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري كعادته دائما كعوائده دائما ينتزع نواميس الأشواط الأولى الرئيسية. يتهانين أيضا لعبيد بن شينان المري على فوز الشرود بالمركز الأول، والسلامات موزعة ما بين الريان وشعبية خليفة والسيدية. مشاهدينا الأعزاء، معي في هذه اللحظات سالم بن محمد بزانع المري نيابة عن عبيد بن شينان الفائزة، نيابة العمال في الشروط الفائزة في الشوط الأول الرئيسي اليوم. أبو غنيم تستاهل أمس الشروط، وبداية حدثنا عن فوز الشروط بالشوط الأول الرئيسي، هل كنت متوقع هذا الفوز؟ الحمد لله رب العالمين، احنا كنا متوقعين فوز الشروط، قدمناها في الشوط الأول والشروط بأخر الشروط، وتأملنا منها إن شاء الله السبق وما خيبت الظن. نعم. سالم، سلالة الشروط بداية. سلالة الشروط من على إنتاج تحدث من سلالة الباز باسم الشيخ بن حمد، وأمها راكضة عندنا وسابقة، وهذه سلالة الشروط. زين سالم، الشوط الأول فيه منافسين نقدر نقول شرسين. نعم. حدثنا عن مسار الشوط، كيف من انطلقت لوسط خط النهاية؟ انطلقت الشروط في المقدمة على المطايا الأولات. نعم. وتمت على يدها، ما قلنا لها شيء، لكن يوم جات الكيلو الأخير طلبنا منها عينا البخرة تسيب الأوامر. نعم. شوي هذا طمننا شوي، مع ان قوه المنافسه لكن طمننا شوي ان الشروط لها ما شاء الله تبارك الله يعني طاره الى جات صعب السكان. سالم، الشروط اليوم كانت افضل توقيت في السباق 7:55، 4 أجزاء من الثانيه، توقيت ما جاء من فراغ، ما حد قرب من التوقيت. سالم، حدثنا عن سر سبق الشوط الاول وهذا التوقيت. سر سبق الشوط الاول هو السبق. نعم. اذا قد عندك سبق سبق الشوط الاول. نعم. التوقيت. التوقيت الزمني السبق تجيب التوقيت وتجيبه. نعم. سالم، الشروط حددنا عن جائزة السابقة. الشروط جاية الثانية على البندق في مركز سمو الشيخ تيم بن حمد السنة اللي جاية، وجاتها إصابة ناقة في سن الجذاع، وركضت مركزة مراكيض واجد، والعام ركضت بداية الموسم وسبقت بداية الموسم، ورجعها ضلع بعد الثنايا، وذا السنة إن شاء الله حددناها. ناموس الدائم إن شاء الله يا أبو محمد. هذا الذيب، ولكن الفارس، الأمور في مصلحة الفارس. يا سلام الفارس. مشاهدين الأعزاء، تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري وللهوم بن طالب ولعبد الله ولكل الحاضرين والمتابعين في هذا الشوط، تهانينا والناموس لآل شريم. الأعزاء، مرحبا بكم في برنامج مع الفائزين. في هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بلهوم بن طالب بن شريم مالك الفارس الفائز بالشوط الأول للزمول في هذا الصباح. بطالب، تستاهل الناموس، وبداية حدثنا عن سلالة الفارس. والله طال عمرك الفارس بعيله سلالة، طال عمرك بعيله أبوه الفارس بعيل الشيخ عبد الله بن خليفة. وبالنسبة للسبق غني عن التعريف، عندي إنجازات واجد. بطالب، شاهدنا اليوم أسماء كثيرة ومضمرين عمالقة، هل كنت ضامن فوز الفارس مع هذا العدد الكبير؟ والله ان شاء الله ضامن انه بينافس ولا بيسبق، لكن المركز الاول هذا غيب ولا تقدر تضمنه الا في الامتار الاخيره. ابو طالب، متى اعددت للفارس هذا الموسم مع انها اول مشاركه؟ استعدنا طعمك بمشاركه باستعداد اول رمضان. ابو طالب، حدثنا عن سر تميز الفارس اليوم في الزمول بافضل توقيت، ما هذا السر 8:05 في الزمول افضل توقيت؟ لانه طال عمرك بعير سبوك، هذا اللي خلاه يتميز التوقيت بعير سبوك. نعم. والبئر اللي وراه بعد سبوك، والثالث سبوك، كلها ركابنا غير صعبات وايد. نعم. وابن عقيل بروحه الصعب. نعم. مطالب، هل كان فيه الزمار ليله الركض؟ لان البارح كان الزام طعيان ابن عقيل. ايوه. سكوت ما قلنا شيء. ايوه. لكن ابن عقيل هو اللي شوي عنده عنده حركات ويبغى يلخبطنا شوي، لكن الله على ما عليه. نعم. ولكن هل تضمن ابن عقيل في المرات القادمه؟ لا، ما اضمن. ما اضمن ابن عقيل. نعم. إذا ابن عقيل طال عمرك مضمر، وبعيره سبوك، السبوك ما لها امان. نعم طبعا. نعم. اذا ناموس دائم ان شاء الله يا لهوم بن طالب. اذا مشاهدينا الاعزاء، كان معنا في هذه اللحظات لهوم بن طالب بن شريم مالك الفارس الفائز بهذا اليوم. بطالب، ناموس دائم ان شاء الله، وحتى لقاء اخر. مشاهدينا الاعزاء، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم. Sick.